السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديالنا يلقاكم ديما في أحسن الأحوال. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي، وتبقاو مع الناس اللي عزاز عليكم والله يخليهم لكم ويخليكم ديما مجموعين يا ربي. كنتمنى إن شاء الله تكونوا ديما فرحانين، ديما ناشطين وديما مبتسمين. فالفيديو ديالنا هذا النهار غادي يكون فيه واحد تشكيلة ديال إطلالة الفنانين اللي كيلبسوا في العيد. تبارك الله ما شاء الله، انا اللي كيعجبني وانا جد فخوره حيت انا مغربيه، اللي كيعجبني انا الحمد لله ديما متشبتين بالتقاليد ديالنا. ما كنقدروش ندوزوا واحد المناسبه ولا بلا ما تكون فيه اللمسه المغربيه، وهذا الشيء اللي كيزيدوا يوضحوا لينا كاع المشاهير ديال المغرب. ماشي غير المشاهير، حتى الناس الديور ديالهم كل شيء انا متاكده. وكان بالسمره ملي كنخرجوا ما كاينش اللي ما كتلقايهش لابس جلابه ولا لابسه جلابه ولا كيمونو ولا قفيطان ولا قميص. مهم دائما البصمه المغربيه كتكون حاضره. فعلاش المشاهير؟ لان المشاهير تبارك الله كيكون عليهم الاضواء وكيكون عليهم كل مره شنو الستايل اللي لبسوه شنو ما لبسوش، وهذه حاجه زوينه اننا كانت انسبيرا، وخصوصا ملي كيكونوا شي موديلات اللي تبارك الله ما شاء الله عاطيه العين. ففيديو جمعت لكم فيه كاع هذوك، ماشي كلشي ولكن بعدا خليت لكم هي تشوفوا تبارك الله ما شاء الله التنسيق، خصوصا اللي لابسين ماتشي ماتشي هما وليداتهم، فجاي داكشي الصراحه تيحمق متول ومستيلي بالصحه والراحه. الفيديو وبغيت نهضر لكم حاجه اخرى على دائما كنلاحظ كتسولوني على القياسات بزاف، ديما كتسولوني على القياسات وكنلاحظ كاين اللي كيتخوف من القياسات. فانا مع هاد التجربه ديالي المتواضعه وليت مثلا غير بالوزن وبالطول كنقدر نعرف القياس ديال كل كليانه، ولكن طبيعي الحال حنا كندققوا في شي تفاصيل، ماشي الطول والوزن بوحدو كافي، كاين شي امور اللي كنبقى كل مره نسولكم عليهم. فانا بغيت هذا المشكل هذا نحاولوا نتعاونوا مع بعضياتنا فيه، وبغيت ندير لكم ليه فيديو خاص اللي غادي نشرح لكم فيه التفاصيل كيفاش ديروا تاخذوا القياسات لراسكم. بغيتو تكومونديو باغ انترنيت وما ما عندكم كيديروا تمشيو عند الخياط ولا عند الخياطه ولا الانسان الله يحسن العون كلشي كيكون مشغول. هاد الوقيته هادي ديال سبق عليا نسبق عليك، فالانسان كيقول عوض ما عنديش لا ما يدار. يعني الحمد لله دابا التكنولوجيا وتطورات الوقت، تقدر غير بكليك نصوب واحد الحاجه، ولكن حنا ديما في التقليدي ديالنا البلدي ديالنا في اللباس كاينين عندنا شي حوايج خصنا ضروري يكونوا اساسيين في القياسات. ما يمكنناش غنخبطوا عشوائيا ونقولوا صافي انا كنلبس الاكس ال ولا انا كنلبس الال، فهذا بوحدو راه ما كافيش، لان راه كاين تبارك الله اللي طايه ديالها الاكس ال ولكن كتكون مثلا عندها الاكتفاء صغار او لا كتكون عندها الصدر صغير او لا كتكون كاين اللي كتلبس مثلا الاكس ال وعندها الكرش كبيره. وانا طحت بزاف هاد الحالات هادو، يعني كيكون شويه الجسم ماشي كلشي متناسق، كاين شي حاجه كتكون زايده على حاجه، فهاد الشيء كامل كناخذوه بعين الاعتبار. فكما قلت لكم انا غادي نحاول هاد الشيء طبيعه الحال الى تحت طلب ديالكم. الا كنتو باغيين هذا الفيديو هذا فقولوها لي في لي كومونتير، فانا على راسي وعيني. ما كنتوش باغيين وما قلتوها ليش ما غاديش نديرو، لان خصني ندير الحاجه اللي كنحس بكم نتوما محتاجينها بلا ما نقوي عليكم الفيديوهات. يعني غيكون فيديو ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم التفاصيل ديال القياسات، كيفاش نديرو ناخذو القياس، كيفاش ندير نعرف راسي شحال كنلبس، كيفاش حتى الطول اللي غيناسبني، وزيد وزيد وزعما هادشي يقدر حتى مثلا اللي كيبغي كوموندي من لي سيت، يعني الحوايج اللي رويميين من السيت هكا شي ان ولا زيد وزيد، وكيبقى يخاف من القياسات، فحتى هذا راه غادي ينفعكم في القياس. يعني الحمد لله ان شاء الله يا ربي ما غاديش تلقاو حتى شي مشكل. فما نطولش عليكم بزاف، نخليكم تشوفوا لي هذا الجمال وهذه الاناقه المغربيه، ونبغيكم كاملين في كومونتير تقولوا لي وتبينوا لي نسبه الافتخار ديالكم بالمغرب، لان عرفتي كحنا الحمد لله ديما مفتخرين براسنا كمغاربه وبالتقاليد ديالنا، ولكن هاد المناسبات هادو كيخليوك تزيدي تشبتي بسميتو بلادك وبثقافتك. كنقول اللهم لك الحمد، الحمد لله يا ربي على هاد النعمه هادي اللي كرمتينا بها، والحمد لله على كوننا اننا مغاربه الحمد لله. فالفيديو ديالنا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم يعجبكم، تنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال كما كنقول لكم، وتكونوا
ديما غير فرحانين، هذا هو المهم وهذا هو الاساس. ملي كتكون الراحه النفسيه فراه كلشي غادي يعجبنا وكلشي غيجينا زوين. فما تنساوش خليو لي في التعاليق الراي ديالكم في الفيديو كيفاش جاكم، شنو الاطلاله اللي عجبتكم اكثر، شنو الستايل اللي تار انتباه ديالكم. وكما لاحظنا هذا العام راه كانت بقوه جلبه بالقميص، كانت حاضره بقوه، لي كيمونو حتى هما في الجبادور كانوا حاضرين تبارك الله ما شاء الله. فزعما تبارك الله بزاف ديال الستايلات، كاين تنوع ماشي كما كنا مولفين تنشوفوا غير جلابه جلابه، فدابا كاين تبارك الله الاختلاف وكاين التنوع، كاين اللي نتانسبيراو. فقولي لي شنو الاطلاله اللي عجبتكم اكثر، وقولي لي على الفيديو ديال القياسات واش بغيتوني نديرو لكم او لا لا. وخليت لكم راحه البال، تلقاو ان شاء الله فرصه قادمه. السلام عليكم.